هذا اليوم يعني التفكير فيه كان منبعثا أو منطلقا من الاهتمام بهؤلاء العلماء المحدثين مثل الدكتور يوسف القرضاوي الذين كانوا يهتمون باللغة. الجانب الأدبي طغى على الجانب اللغوي عنده، كان شاعرا وكان أديبا، ونحن نسميه الشيخ يوسف القرضاوي، بمعنى أنه أيضا العلوم الإسلامية طغت على العلوم الأدبية واللغوية، لكن من خلال البحث والتقصي في كتبه وفي ما ترك من تراث ضخم وجدنا أيضا أنه اهتم بالشعر وبالأدب وباللغة، فحاولنا من خلال هذا اليوم أن نلقي الضوء على هذا الجانب الذي لم يكن يعرفه الكثير عن الشيخ يوسف القرضاوي. هذا اليوم الدراسي يمزج بين الأدب وبين النحو واللغة في فكر وتراث الشيخ يوسف.